الرسم باللهب كان شيء خاص فيني، بيعبر عن انا، بيعبر عن افكاري، عن طموحي، عن اي شيء يعني بيخطر ببالي. فلك الغزية، عمري 38 سنة، أنا متزوجة وعندي شابين. طلعنا من سوريا تقريبا من 6 سنين، وجينا لتركيا تقريبا من 4 سنوات. شفت الرسام اللي كندي اللي بيرسم باللهب، وهو اللي شعل فيني هي الشرارة لحتى اني ارسم، استخدم هي التقنية. بلشت على الورق، فكانت احيانا تشتعل الورقة بتصير يعني هاي المراحل الاولية كانت كتير مخيفة يعني. فلحتى بلشت اني اتحكم بدرجة حرارة الشمعة على الورقة، وانه ما كتير تلمسها، ويعني هي اخذت مني وقت لحتى اني عرفت اتحكم باللهب كيف يلامس الورقة وكيف ما تحترق. اول لوحة الي انباعت ببيت السفير الامريكي بانقرة، كان وقت اللي انباعت يعني ما تتخيل احساس قديش يعني. اخذت مني شهر شغل، كانت من أصعب اللوحات اللي عملتها، وما تخيلت وقت اللي عملتها أنه في حدا رح يرغب يشتريها. يعني أنا اشتغلتها عم عبر عن مشاعر. كل ما شارك بمعرض ينباع شيء من اللوحات، فكمان يتعزز هذا الشعور أنه أنا لازم استمر، لازم كمل، خاصة وقت بشوف الدعم من أولادي وزوجي، كيف إنه وأهلي حتى وقت يفرحوا لي إنه الحمد لله عم بلشت تلاقي نتائج شوي من العمل اللي عم بشتغله. وقت اللي عم برجع أتذكر هذيك الفترة كتير كانت صعبة، كنت مثلاً إنه أطلع من الصبح من 9 للـ7 كان دوامي، كان ارجع على البيت دغري بوشي عم طبخ، بدي اطبخ، بدي اجهز الغداء ونساوي اكل، بعدين انه الساعة 10 حدد انه انا من الساعة 10 بدي اقعد ساعة بغرفتي يعني. فكتير يجيني حكي من العالم انه شو بدك بهذا الشيء؟ ليش يعني عم تعذبي حالك؟ ليش عم تضغطي على نفسك؟ يعني انا كان مثلا عندي شيء حابة اني اعمله يعني. حتى لو كانت كتير ظروف صعبة، فأنا إذا كان عندي إصرار فأنا رح أوصل للشي اللي بدي إياه.